وسهلا بكم ومرحبا وشكرا جزيلا على شديدكم لتواد مجلس لحضور هذا المدوى الصحفي. خدامين مع الولايه باش نشوفوا كيفاش غنديروا لهاد الناس هذه الثمانيه دار كيفاش اننا نلقاو لهم حلول لانه هاد الاشكاليه ديال سفوح الجبال كون جيت كنتسنى على هاد الثمانيه دار ما غنفكش على هاد الاف الديور اللي بديت لهم دابا تما. انا الله يخليكم اجي نشوفوا المشكل نفكوا 85 90% ديال الساكنه ياك وتبقى لنا هذاك الجزء ونجيو عاوتاني نخدموا عليه وخدامين عليه من دابا. قبل التهيئه ديال سفوح الجبال اولا نتمنى انكم تكونوا درتوا زياره وشفتوا انه كيف استقبل ساكنه سفوح الجبال كيف استقبلت تلك التهيئه. يعني حاجه تثلج الصدر لانه بدات هذوك الاحياء فما تترجع فيها شروط ديال الاحياء قابله للسكن. ملي مشى غادي يلقى الوليدات كيلعبوا فوق البافي لي بيسيكليت الناس كتلعب كره يعني والناس حيدوا من ديك الغبره وذاك الظلام وبدات كيبان بانه طرقات وهناك مخطط للتهيئه. هو سي فغي هذاك هذه بدايه هناك بعض الاشكاليات الاخرى التي سوف يتم معالجتها مع الوقت بحال اللي قالوا الاخوان بعض المساكن اللي موجوده في اماكن اللي نورمالمون تعرض حياتهم للخطر هذوك غادي نلقاو لهم الحلول ديالهم. حنا في اطار التهيئه الاولى تنحلوا واحد 85% 90% ديال المشاكل ما يبقاو شي وحدين غادي يجيو مع الوقت ان شاء الله. دابا هذيك الاحياء راه غتمشي تلقى التبليط راه بحالو بحال اللي دار في طالبرج وغتمشي تلقى ليكليراج بحالو اللي دار في طالبرج غتلقى الملاعب اللي غنديرو بحالهم اللي كاينين في بني زيدون لن تكون هناك تفاوتات. هذا هو هذا وهذا الشيء واضح بالارض راه تمشي تلقى ذاك لو بافي اللي دار تما كومباري مع ذاك اللي دار في طالبرج واش تلقاه لو ميم؟ لا اللي كاين مشكل تما هو ما تلقاوش العقار من اجل المساحات الخضراء وتما مازال ما وصلناش للماء ديال اعاده الاستعمال من اجل المساحات الخضراء. هذاك غادي يجي في مرحله ثانيه ليكليراج لي دو بون كاليتي غادي داروا الطرقان راه لاحظتوا التهيئه راه قيمه باليه ديالتها كبرى وراه غتشوفوا دوك لي ميغ دو سوتينمون اللي داروا كيفاش داروا بتاع الجار وكان دار داك الشيء يعني حاجه تشرف. ومن هنا تنشكر الشركات التي تسهر على هذه الاشغال تنشكر جميع العمال لانه انا نقول لك راه سي ان ترافاي كي تري 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 كومبليكي راه سي ميليمتريك لانه كتلقى بعض نمط الدار هابطه طالعه ودير ليه الدرجه ودير هذه يعني سي ان ترافاي اللي هو تري تري بينيبل سي دو سور ميزور. وكاين هناك مقاربه اخرى اللي مزيانه في هذيك التهيئه وهو انه ممثلين ديال الساكنه يحضرون في الاجتماعات ديال لي غينيون دو شونتي تحضر غينيون شونتي مع المهندس والشركه وتؤخذ جميع ملاحظاتهم وكتلقى لهم الحلول. وكاين تما واحد تنقولوا واحد نمط جديد لنا ان نفتخر به جميعا. شكرا. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.